برعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، عقد مؤتمر البحرين الدولي لحماية البيئة بتنظيم من مركز دلال الزايد وبالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة. ويهدف المؤتمر لمناقشة مواضيع متعددة تتعلق بشؤون البيئة مع نخبة من ذوي الخبرة في المجال البيئي، بالإضافة إلى القضاة والقانونيين، لوضع توصية مبنية على أوراق عمل تستعرض القانون الدولي والمواثيق الدولية المعنية بالبيئة. أسهمت المؤتمرات الدولية من خلال المبادئ والتوصيات الصادرة عنها في حماية البيئة الإنسانية بمختلف قطاعاتها، وقد ساعدت هذه المؤتمرات في وضع العديد من القواعد القانونية التي اتخذتها طريقا لعله يحقق هدفها الأسمى، وهو إرشاد شعوب العالم وحفظ البيئة البشرية وتنميتها. أهمية المؤتمر تكمن في أن شلون إحنا وجهة نظرنا ووجهة نظر المشاركين للتشريعات البيئية الجديدة. اليوم المجلس الأعلى للبيئة عنده على طاولة مجلس النواب الموقر مشروع بقانون حماية البيئة، يطمح أن يحصل عليه الموافقة من مجلس النواب الموقر. فكان الهدف الأساسي من المؤتمر هو زيادة الوعي لدى التشريعيين في مملكة البحرين لأهم الممارسات البيئية الموجودة في التشريعات في المنطقة وفي العالم، بحيث أن احنا نقدر نرتقي بمشروع بقانون جديد في مملكة البحرين يوازي الدول المتقدمة. مثل هذه المؤتمرات ومثل هذه اللقاءات مهمة جدا لتحفيز كل مكونات المجتمع، إذا كنا نتكلم عن القيادات التنفيذية أو كنا نتكلم حتى عن القطاع الخاص في الدول العربية. البرلمان العربي يعني حضر ملف كامل عن التنمية المستدامة وعن مواضيع البيئة في جدول أعمال البرلمان العربي، ومن خلال مشاركتنا في مثل هذه المؤتمرات نحاول أن نوصل الصورة ونشارك في تعزيز مثل هذه الثقافة على الساحة العربية بصورة عامة. مؤتمر البحرين الدولي لحماية البيئة يؤكد على المسؤولية المشتركة للدول عن الأخطار والمشكلات التي تعاني منها البيئة الإنسانية، والتي شارك في إحداثها المجتمع الدولي كله، في الإشارة إلى حاجة العالم الملحة للتعاون الدولي لرفع مستوى البيئة الإنسانية وإنقاذها من التدهور، إلى جانب تطوير قواعد القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية لتتماشى مع التطورات الحديثة التي تجتاح العالم، إضافة إلى إقرار أساليب جديدة لحل المنازعات البيئية. هذا الاهتمام من قبل الثقافة بالبيئة هو الذي نكرسه دائما عنوان لأنشطة عديدة، ونحن أكثر من سعداء بأن نشاهد هذا التجمع الهام وهذا التعاون بين مؤسسات الدولة لكي نمرر أجمل صورة عن بلدنا وأهمية المحافظة على بيئته. ركزنا أكثر شيء على بحث أوجه التحديات والصعوبات وما هي الحلول وكذلك التوصيات بهذا الشأن، لأن إحنا نرقب في أن نرفع تلك التوصيات لصناع القرار سواء على مستوى السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حتى يكون هناك في وجهات نظر متقاربة، في تبادل خبرات، اكتساب أيضا مهارات وخبرة كثيرين من عملوا في هذا المجال. المؤتمر سيسهم في وضع توصيات مبنية على ما سيتم طرحه من أوراق عمل تستعرض القانون الدولي والمواثيق الدولية المعنية بالبيئة والمنظومة التشريعية المقارنة، إضافة إلى التجارب الدولية في المجال ذاته، واستعراض أنواع التلوث البيئي والانعكاسات الناتجة عن هذا التلوث وسبل مكافحته وفق التقنيات الحديثة. ثلاثة محاور رئيسية جاءت كالتالي: الحماية القضائية والمحور التشريعي والمسؤولية البيئية، لوضع استراتيجيات ضمن مؤتمر البحرين الدولي لحماية البيئة. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.